يلا من روسيا تنادي غريبي والشعب نادي يلا من روسيا تنادي. Après match difficile, mais très 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 heureux de la prestation des joueurs. Zamar Dmouahad Leka, un spectaculaire qui va rester dans la légende de la Coupe du Monde. Amrabat, un grand guerrier. La défense a été une défense de fer. Le gardien, bravo, elle est. Le staff technique, Hervé Renard, franchement, bien préparé le match. Campeones. Même les Espagnols, ils nous remercient, ils nous félicitent de la prestation. Ils ont eu peur d'un moment qu'ils soient éliminés. Les Portugais, après le match, ils nous ont dit que c'était par la chance qu'ils ont gagné. Les Iraniens n'en parlent même pas. كأس العالم كانت ممتازة وشفنا المتفرج المغربي خرج سعيد بهذه النتائج هذه وتنطلبوا بأنه كل من الجامعة واللي مشرفين على هذا المنتخب هذا يخليه باش نمشيو نشاركوا به في نهائيات كأس إفريقيا في 2019. حنايا الجمهور المغربي تبعنا الفريق ديالنا في المدن كاملين، مشينا لسان بيترسبورغ ومشينا لموسكو ودابا جينا تبعناهم لكالينغراد. حنا فخورين بليكيب ناسيونال ديالنا. للاسف التحكيم كان يعني ما عرفتش علاش بغى يقصي المغرب الصحه، التكنيك ديال الفار ما كانتش خدامه، ولكن حنايا يعني فخورين بالمغرب، فخورين بليكيب ديالنا. وانا درت هذا الميساج هذا باش يشوفوه الفيفا، اللي هو ان الفار از نوت وركينغ ديورين المغربيين ماتشز، يعني الفار ما كتخدمش في لي ماتش المغرب. وللاسف ما عرفتش علاش، ولكن العالم كله شاف بلي ان المغرب عنده فريق كبير. ماروكو очень хорошо играет. Мне можно сказать, я могу очень даже сказать, я играл лично с марокканцами в Марокко, будучи 4 года назад. Очень хорошо играют, безумно. Мне понравилась игра сегодняшняя. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد.